اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من صحافه الغد، نقلب فيها باذن الله في اوراق صحف مصر الصادره ليوم 7 يناير 2020. كل سنه وحضراتكم بالف خير، وكل الاخوه المسيحيين المصريين بالف خير بمناسبه اعياد الميلاد المجيده. هنبدا ونشوف ابرز عناوين صحف مصر كما حددها واختارها فريق الاعداد. من الأخبار، الرئيس السيسي يهنئ البابا توادرس بعيد ميلاد المجيد. من اليوم 7 تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسة مدبولي وعضوية عامر وثمانية وزراء. من الأخبار، خطة لنقل 52 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية. اليوم 7 فحص 8 ملايين طالب ضمن 100 مليون صحة واستمرار المبادرة 5 سنوات. الشروق، الأرصاد تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة وسقوط أمطار. أهلا بحضراتكم مرة تانية. هنبدأ ونشوف أول هذه الأخبار من صحيفة الأخبار. الرئيس السيسي يهنئ البابا توادرس بعيد الميلاد المجيد. كل سنة وكل الأقباط بألف خير. الرئيس طبعا إجراء دوري وبيحرص عليه الرئيس بنفسه التهنئة والتواجد في الأعياد كلها، سواء كانت أعياد إسلامية أو مسيحية. الرئيس بعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأشاد الرئيس في برقياته برابط الأخوة والمودة اللي بتجمع أبناء مصر المسلمين وأقباط، وروح التضامن والتآلف بين أبناء الوطن واللي بتتجلى في أبهى صورها على أرض مصر، ودعا الله العلي القدير أن يديم هذه النعمة الغالية من أجل مستقبل أفضل لهذا الشعب. الرئيس أيضا لم ينسى الأقباط المصريين في الخارج، بعث لهم بتهنئة نقلتها السفارات والقنصليات المصرية في الخارج. وطبعا يعني ده نوع من أنواع التأكيد على ربط هذه الطيور المهاجرة ببلدها الأم، لا ننساهم أبدا في كل المناسبات إسلامية ومسيحية وطنية، دائما نحن معهم ونذكرهم بأن وطنهم دائما مفتوح لهم، وده طبعا بيشجعهم كثيرا على زيادة هذه الروابط اللي يعني لا تنفصل بينهم وبين الوطن الأم مصر. إلى اليوم 7، خبر اقتصادي عنوانه أمام حضراتكم: تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسة مدبولي وعضوية عامر وثمانية وزراء. نشوف هذا القرار بتشكيل هذه اللجنة ممن ستتكون. طبعا محافظ البنك المركزي، وزير السياحة والأثار، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير التعاون الدولي، وزير المالية، وزير التنمية المحلية، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وزير الزراعة، وزير التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ومناطق الحرة عضوا ومقررا. هتجتمع هذه اللجنة مرة شهريا، ولها أن تدعو من تراه لحضور هذه الاجتماعات، ولها أيضا أن يعني تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة. المفترض أن هذه اللجنة ستختص بعدة أمور ذكرت في هذا الخبر. أول هذه الأمور هو طبعا تشجيع الاستثمار، يعني من اسمها أكيد أول حاجة هنفكر فيها هو تشجيع الاستثمار. تاني نقطة، عشان نشجع الاستثمار بشكل حقيقي وواقعي لازم نذلل العقبات اللي أمام المستثمر أو اللي ممكن يواجهها المستثمر، اللي ممكن تؤدي بأنه يهرب من الاستثمار في مصر ويروح لأي دولة تانية. فتذليل هذه العقبات، تيسير الإجراءات وتبسيطها، تقنينها، حوكمتها، أمور كتيرة قوي مفادها في النهاية أن احنا نستقطب هذا المستثمر ويعني نقدم له البساط متسع ومفتوح وأمامه واضح جدا علشان هو يخطو الخطوة الخاصة به ويدخل يستثمر في مصر. النقطة الثانية
أو الاختصاص الآخر اللي هيكون لهذه اللجنة وضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات التنفيذ. يعني احنا شايفين مثلا ان احنا في هذا الوقت او قد ترتقي هذه اللجنة هذا الامر مثلا انه المفروض الدولة تضخ استثمارات او تستقطب استثمارات كثيرة في قطاع تصنيع المنتجات الفلانية ولست مثلا، فازاي ندعم هذه الصناعات، ازاي نزللها، يكون عندهم رؤية ازاي نحسن اوضاع هذه الصناعة الموجود منها القائم حاليا والقادم مستقبلا عن طريق الاستثمار، ازاي نبني هرم الاولويات الاقتصادية المصرية، ربما ان يكون في سلع دخولنا فيها دلوقتي هو الافضل لينا بعد 5 سنين لان هنحقق منها اكتفاء ذاتي فهنوفر في الاستيراد وما الى ذلك، امور كثيرة. طبعا خبراء الاقتصاد بيكون عندهم هذه الرؤية وهذه الامور موجودة دايما مترتبة عندهم، بالاضافة طبعا الى الدراسات المسحية اللازمة لهذه الامور او لهذه القرارات. إلى صحيفة الأخبار، خطة لنقل 52 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية. القطار يصفر للمتوجهين للعاصمة الإدارية من العاملين في الجهات الإدارية والوزارات اللي بتستعد بالفعل خلاص خلال شهور إنها تنتقل إلى مقراتها الجديدة في العاصمة الإدارية الحي الحكومي هناك. الحقيقة انه دايما الحديث مرتبط هذه الايام وفي الفترة الاخيرة لما بنقول نقل الموظفين الى العاصمة الادارية بيقترن دايما هذا الخبر بفكرة التدريب، الحوكمة، التطوير، المهارات. واضح ان الدولة هدفها انها مش بس تنقل الجهة الادارية ومش بس تنقل موظفها الموجود حاليا ربما مثلا في وسط البلد وخلاص، لا ده هي هدفها كمان إنها تنقل هذا الموظف إلى منطقة تانية، منطقة أعلى، منطقة جديدة من خبرة العمل وقدرة العمل وإحكام منظومة العمل اللي بيقوم بها هذا الموظف بشكل حالي، تحسين هذه المنظومة لتليق بفكرة النقلة. إحنا مش عايزين نقلة فقط جغرافية ومش عايزين نقلة فقط على الورق، بدل ما كنا بنكتب إن العنوان 5 شارع ميرات مثلا باشا في وسط البلد الى عنوان كذا في العاصمة الادارية، لا احنا عايزين نقلة حقيقية. الموظف نفسه اللي يروح يجلس على مكتب في مقر حكومي في العاصمة الادارية يكون فكره اصبح مختلف واكثر ثراء في موضوعات كتيرة لها علاقة بنوعية الخدمة اللي هيقدمها. في هذا الخبر طبعا عندنا مجموعة معطيات من العنوان 52 ألف موظف اللي هينتقلوا إلى الحي الحكومي خلال العام الحالي 2020. التدريب تم الانتهاء بالفعل من تدريب 24 ألف متدرب في برامج تدريبية بالتعاون مع جامعات عالمية في بريطانيا والجامعة الأمريكية بالقاهرة. التدريب زي ما بيقول الخبر بيتم على 3 مراحل، المرحلة الأولى بتقوم بها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المرحلة الأولى دي بيتم فيها تحديدا لكل التدريب لكل المستويات الإدارية اللي هي القيادية أو الإدارة الوسطى أو الإدارة التنفيذية. تمام، في برامج كتيرة لكن نقول ال3 مراحل بسرعة. المرحلة الأولى تبقى خلال 3 شهور بتقوم بها الجامعة الأمريكية وتدريب في الشهر الأول على مجموعة من الموضوعات والمهارات زي أساسيات السياسة العامة للدولة، مشاركة أصحاب المصالح، الإدارة الاستراتيجية في المجال الحكومي، مهارات الإبداع وآليات التقييم والمتابعة. المرحلة الثانية بتقوم بها جامعة كينجز البريطانية وده بيكون مدتها شهر اللي هو رقم 2 في عملية التدريب، بيكون في موضوعات مقارنة والتقييم النظم الحكومية المختلفة، عصر الميكنة، تطور الحكومات، إدارة المصالح والقطاعات العامة. المرحلة الثالثة بترجع تاني للجامعة الأمريكية في القاهرة، بيكون فيها زيارات ميدانية للمتدربين لهيئات حكومية مختلفة عشان يعرفوا النظم الإدارية اللي ماشية بيها، وأيضا بيتم تدريبهم على موضوعات الحوكمة ومهارات التواصل الفعالة والقيادة الناجحة. حاليا السيدة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري أكدت أنه تم الانتهاء من تقييم 36 ألف موظف
في إطار خطة تقييم الموظفين، وفي تقرير لكل موظف على حدة بيشرح إمكانياته حاليا، احتياجاته في التدريب المستقبلي، تمهيدا لعملية النقل للعاصمة الإدارية. إلى صحيفة الوفد وخبر عن البنك الدولي. البنك الدولي يبحث تعميق الشراكة مع مصر خلال السنوات المقبلة. الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أكدت أهمية زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اللي هتتم لمصر خلال شهر يناير الحالي، وده طبعا في إطار التعاون المستقبلي والشراكة بين مصر والبنك. الشراكة دي هتقوم على إيه وفقا للسيدة الوزيرة؟ هتقوم على أولويات برنامج الحكومة المصرية والمساهمة في إقامة مشروعات تنموية جديدة من أجل تنمية الشراكة بين البنك والقطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولي. عايزين نوصل طبقا لكلام السيدة الوزيرة، عايزين نوصل لقصص نجاح جديدة زي مشروع محطة الطاقة الشمسية بأسوان، محطة بنبان اللي هي في حقيقة الأمر عدد من المحطات اللي بتولد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشروع أكثر من رائع، وإن شاء الله لما يفتتح رسميا ستجدوا شيء مبهر بكل ما تحوي الكلمة من معنى، لأنه مصر كانت يعني سابقة شويتين في التفكير في هذا المشروع. المشروع بالفعل حجما ضخم، قدرته التوليدية للكهرباء كبيرة، الفكر التقدمي إن احنا ننشئ هذا المشروع بهذه الضخامة في أسوان اللي هي أقصى جنوب مصر بما يحوي من فكرة توطين أمور جديدة في قطاعات معينة جغرافية من مصر، اللي هو كنا بنقول إن دايما كنا بندرس وإحنا صغيرين تركز كل المصالح والجهات والمشروعات والاستثمارات في الدلتا وفي منطقة العاصمة، لا إحنا دلوقتي بنخرج شايفين مستعمرات اقتصادية بدأت تظهر جديدة، طبعا غير الحاجات الموجودة القديمة اللي يمكن موجودة من الخمسينات والستينات، لكن موضوع محطة الطاقة الشمسية في بنبان في أسوان حقيقة مشروع أكثر من رائع، ولازم تكون عنا عليه جدا في المرحلة القادمة، لأنه هذا الفكر وهذا الاتجاه هو بالفعل ما نحن بحاجة إليه شديدة في هذا التوقيت. ما ننساش ان في حاجة لا تقل عنه عظمة وقيمة واهمية اقتصادية في نفس القطاع، ايضا توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح هذه المرة اللي موجود في الزعفرانة في اتجاه الغردقة، وكلنا بنشوفه على هذا الطريق، طريق القاهرة الغردقة. هروح مع حضراتكم الى اليوم السابع. عنوان الخبر: فحص 8 ملايين طالب ضمن 100 مليون صحة واستمرار المبادرة 5 سنوات. مين من حضراتكم يعرف ان 100 مليون صحة تقنيا او رسميا انتهت؟ ده اللي الخبر بيقوله، وهذا الحقيقة كان جديد علي انا شخصيا، لان الحديث لم يتوقف وشعورنا بالمبادرة مازال حي، يعني كلنا يمكن شاركنا فيها وفحصنا نفسنا فيها من قريب جدا. الخبر هنا بيتكلم عن انجاز حملة 100 مليون صحة لفحص ملايين المواطنين وعلاج عشرات الالاف من فيروس سي رغم انقضاء الفترة الزمنية الأساسية للمبادرة، لكن الحملة لا تزال قائمة في عشرات المستشفيات والمنافس في أنحاء الجمهورية وبتقدم خدمتها لطلاب المدارس في 5 سنين كاملة. في خبر الحقيقة مهم، أو في رقم مهم في هذا الخبر، إن الحملة فحصت تقريبا 65 مليون مواطن مصري في مراحل انطلاقها في المحافظات، ولسه العدد مستمر في تصاعد في مع إتاحة الخدمة في المستشفيات الكبرى مجانا. الحقيقة كنت أتمنى من زملائنا الأفاضل في اليوم السابع وهم بيدونا هذا الخبر وبيكتبوه إن هم يعني كانوا يمدونا أيضا بأبرز المستشفيات، ولتكن مثلا أهم المستشفيات في كل محافظة اللي ما زالت فيها الخدمة وحملة 100 مليون صحة ممكن التعامل معاها والفحص من خلالها، كان هيبقى كمان الموضوع أكثر ثراء علشان نقدر نوجه الجمهور العزيز القارئ أو حتى اللي بيشوفنا دلوقتي إنه لو لسه ما اشتركش يعرف المستشفى أو أقرب مستشفى ليه ممكن يتوجه ويفحص نفسه. وما زالت ضمن هذه الخدمة إنه من يعني بيجدوه
مصاب بالفيروس أو عنده مشكلة صحية تستدعي العلاج بيتم إحالته مباشرة زي ما كان بيحصل في مراحل الحملة الأساسية بالضبط، وبيتلقى طبعا الدواء مجانا وبيتم تحويله إلى مراكز العلاج. هنروح للتعليم، وطبعا الامتحانات ويعني أزمة منتصف العام عند الأسرة المصرية. الشروق كتبت وقالت التعليم تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الأول والثاني الثانوي، في غرفة عمليات في مركز في ديوان الوزارة، غرفة عمليات مركزية هتتابع الامتحانات في أولى وتانية ثانوي، في غرف متابعة على مستوى المديرية والإدارة برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة. في كلام أيضا في نفس الخبر عن التابلت، تسليم التابلت هذا العام بأولى ثانوي فقط، الطلبة المنتظمين هم اللي هيستلموه. لو وجدت أجهزة بالمخازن ووجود الوافدين أو الراسبين بتكتب مطالبة للعدد وتقدم بمخازن الوزارة لاستلام تابلت مماثل للعام الماضي. هيكون في أكتر من مركز تصحيح تيسيرا على المعلمين والمصححين عشان نحقق الهدف اللي هو التصحيح بشفافية، وحتتم في نفس اليوم والانتهاء منها بدقة وسرعة. وكل التوفيق طبعا للطلبة في امتحانات منتصف العام. إلى صحيفة الشروق، مصدر بالتموين استخراج مليوني بطاقة دعم جديدة خلال العامين الماضيين. يعني بمنتهى البساطة خلال سنتين أضفنا 2 مليون شخص لمنظومة البطاقات التموينية، غير طبعا اللي كانوا موجودين، غير اللي احنا بنقوم حاليا أو بتقوم الوزارة حاليا وزارة التموين بتنقية الجداول لحذف غير المستحقين وفقا للقواعد المعمول بيها. ما ننساش أيضا إن في تظلمات للناس اللي رفعت من منظومة البطاقات، بيتم فحص حالتهم ويعود من يستحق أن يعود، ويستمر حذف من ينبغي أو يعني ثبت أنه لابد أن يظل محذوفا من منظومة البطاقات. نذكر سريعا ومن خلال الخبر بالشروط الخاصة باستخراج البطاقات الجديدة للعاملين في القطاع العام. لا يجب ألا يكون المرتب أزيد من 1500 جنيه. أهالينا وأبائنا وأمهاتنا اللي على المعاش يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 1200 جنيه لدخول منظومة الدعم والحصول على بطاقة تموين جديدة. العاملين في القطاع الخاص ليهم الحق أيضا في استخراج البطاقات، بس يكونوا من مستحقي معاش الضمان الاجتماعي أو معاش تكافل وكرامة، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو عمال الترحيل أو العمالة الموسمية أو العاملين في الزراعة أو الباعة الجائلين أو السائقين أو الحرفيين من ذوي الأعمال الحرة من أصحاب الدخول الضئيلة أو العاطلين أو الحاصلين على مؤهلات دراسية دون عمل بموجب بحث اجتماعي يزيد في الدخل عن 800 جنيه لا يزيد في الدخل عن 800 جنيه أو القصر اللي ليس لديهم دخل ثابت لوفاة الوالدين. دي أبرز الشروط اللي تبرر إن هذا الشخص يدخل ضمن منظومة البطاقات التموينية ويحصل على بطاقة تموين جديدة. يعني الاتنين مليون اللي تم إضافتهم في العامين الماضيين هم لن يخرجوا عن هذا الفلك اللي ذكرناه لحضراتكم حصرا الآن. إلى صحيفة الأخبار، أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها في 4 شهور. أسعار الذهب في سوقنا المحلي قفزت لمستوى جديد بنحو 13 جنيه ارتفاع بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران. سعر الأوقية عالميا ارتفع من 1552 ل 1775 دولار للأوقية. إيهاب وصفي عضو الشعبة العامة لتجارة الذهب قال إن في ارتفاع بنسبة 2% خلال بداية تعاملات الأسبوع الجاري. عيار 18 606 جنيه، عيار 21 707 جنيه، عيار 24 808 جنيه، سعر جنيه الذهب 5656 جنيه. وفي توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا مع استمرار التوترات في المنطقة. مش هننسى حالة الطقس والجو، الحقيقة مش محتاج يعني حديث، الطقس باين الحقيقة وكلنا يعني بنحاول نتجنب قدر الإمكان السقعة وبنحاول نتعامل معها. الخبر من الشروق،
الأرصاد تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة وسقوط أمطار. ده كلام الأرصاد. معانا الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور محمود أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير عليك وعلى كل الساده المشاهدين. مساء النور يا دكتور محمود. كنا نتمنى الحقيقه الخبر يكون الجو هيتحسن، بس واضح انه لسه شويه. طبعا لسه شويه، احنا لسه منخفض درجات الحراره منخفضه طبعا عن المعدلات بقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات. يعني النهارده سجلت القاهره 17 درجه، ولكن نتيجه نشاط الرياح حسينا كما لو كانت 13 و12 درجه مئويه. طبعا ده نتيجه نشاط الرياح الجنوبيه الغربيه اللي بتزود احساسنا بانخفاض درجه الحراره، وفي نفس الوقت بتكون مثيره للرمال والاقربه خصوصا على المدن الجديده والطرق الصحراويه والطرق المكشوفه، وبينخفض معها مستوى الرؤيه الافقيه. نرجو القياده بهدوء على الطرق اثناء انخفاض الرؤيه، بالاضافه طبعا نشاط بيأثر على المناحه البحريه وعمل على غلق بعض المباني المطله على البحر المتوسط والبحر الاحمر، وده متوقع استمراره خلال الفتره القادمه لان نشاط الرياح مستمر معانا حتى نهايه الاسبوع، مع فرص طبعا لسقوط الامطار واللي بدات بالفعل النهارده على السواحل الشماليه هتكون غزيره خلال الايام القادمه على برج السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري. اما فرص الامطار على القاهره فتعتبر من يوم الاربعاء ليوم الجمعه فرص امطار ما بين خفيفه الى متوسطه. طيب في اي تحذيرات خاصه بالطرق السريعه؟ هل في طرق يعني هتنصحوا الجهات المختصه انها تغلقها لضباب كثيف او كده، ولا لسه يعني صعب التنبؤ بده في ساعات الليل الاولى؟ لا هو طبعا احنا بنقول ان في نشاط رياح، والرياح دي هتكون مثيره للاقربه على الطرق الصحراويه والطرق المكشوفه. اما موضوع غلق الطرق فده طبعا خاص بالاداره العامه للمرور، هم بيقوموا باعمالهم على اكمل وجه. طبعا مجرد ما تنخفض الرؤيه عن حد معين بيبداوا غلق بعض الطرق، فدي طبعا حاجة مش احنا اللي بنحددها، هم اللي بيحددوها طبعا. زي موضوع غلق المواني المطلة على البحرين، احنا بنقول ارتفاع الامواج وبنقول ان في نشاط رياح، ولكن طبعا كل ميناء بتبقى حسب الرسالات اللي بترصدها هي اللي بتقوم بغلق المواني. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الارصاد الجوية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. نتوخى الحرص عموما في القيادة، ويعني يفضل من ليس لديه أمر ملح ومهم يعني يبقى في البيت قدر الإمكان تجنبا لهذه الموجة الباردة، وربنا يسلم الجميع ونلقاكم على خير، ونشوف بكرة حالة الطقس يا رب تكون أفضل وتكونوا جميعا بألف خير وصحة، وكل عام وكل المصريين بخير بمناسبة أعياد الميلاد عيد الميلاد المجيد، ونلقى حضراتكم على خير في حلقة جديدة من صحافة الغد. تصبحوا على خير.